ان اي خلاف بين الرجل والمرأة. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ الشعراوي يقول: ماذا تفعل اذا حدث خلاف بينك وبين زوجتك؟ الشيخ الشعراوي يقول: اذا حدث خلاف بين الرجل والمرأة عليك ان تفعل الاتي. ان اي خلاف بين الرجل والمرأة ان ظل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعة الرجل كده ما يطلع برا وعواطفه تلتهب شوية يتنه ورايح ويتمحك، وهي برضو تتمحك. لكن ما الذي يجعل الخلاف يتصاعد ويصعب حله بين الرجل والمرأة؟ الله، اذا امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ لكن اذا سمع احد بهذا الخلاف بين الرجل وامرأته وتدخل طرف من الاطراف سواء الاب او الام او الاخ او الاخت او الاقارب، ماذا سيحدث؟ اللي بيخسر الدنيا تتدخل عناصر، العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المرأة عنادا، لان مش عايز انفتح قدام دي ولا قدام دي، الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. لكن اذا انحصر الخلاف بين الرجل وزوجته واصبح بينهما فقط، ماذا سيحدث في تلك الحالة؟ انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمرأة، لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان ايه؟ يتسامحوا مع بعض. هذا والله تعالى اعلى واعلم. دمتم في امان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، واكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.